الحاله ديال اننا نفرقوا الصيام بشيء من الماء وتمره او جوج، هذه مساله ولا فاكهه، هذه مساله جد محبده، لانهم هادو جوج ديال لي زيليمون اللي مهمين باش ليدغاتاسيون، مهمين وضروريين ليدغاتاسيون ديال الدات ديالنا، اي بوي تجيب لها واحد قليل من السكر اللي باش تعود داك النقص اللي كان خلال النهار، بالاخص الناس اللي عندهم واحد العمل اللي هو جسدي. شحال د الوقت يمكننا نخليه واحد قسمين ولا ربع ساعه باش بحال ما نكونوش ما نعملوش الدات ديالنا في واحد لا سيتوياسيون اللي هي صعيبه عليها، يعني شرب الماء اللي ممكن يكون كثير، او لا عصائر اللي ممكن تكون كثيره، ووجبه اللي ممكن تكون كبيره، وممكن هاد المساله تعطينا واحد العسر في الهضم، وتعطينا واحد ليليفاسيون، واحد ليليفاسيون ديال لا غليسيمي في الدات ديالنا اللي هي ممكن تكون صعيبه على الدات ديالنا، تكون صعيبه على اداره هاد الكميه الكبيره اللي تجي في وقت قليل، بحال هجوم على الدات ديالنا وعلى لي فونكسيون ديالها، ديال لا جيستيون ديال الهضم، ديال الاكل الى اخره.